السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا اخيرا نجح ليا الرايب من بعد بزاف ديال الوصفات. ما كانش كيستقل ليا الرايب، كانوا كيقولوا لي خاصك الحليب ديال البقر، وانا ما عنديش حليب ديال البقر في ايطاليا. عندنا الحليب اللي كتكون فيه مدة الصلاحية، داك الحليب المبصر. ما كانش كتنجح ليا حتى شي طريقه، حتى استعملت هذه الطريقه ونجح ليا 100%. وجا لذيذ لذيذ وبنين اكثر من ديال المحلابات. واليوم بغيت نتقاسم معكم الطريقه باش صوبتو. بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه. بالنسبه للمقادير، انايا احتاجت الاطرو ديال الحليب، حليب اللي فيه مده صلاحيه طويله، لتر واحد. و عندي الحليب بودره ولا نيدو، غادي نستعمل 3 ديال المعالق كبار. هاد المقادير ديال الاترو ديال الحليب، ولا بغيتو تضاعفوا الكميه كتضاعفوا المقادير. وعندي كنزيد 4 ديال المعالق السكر سنيده. بالنسبه للسكر على حسب الذوق ديال اي واحد. انا 4 ديال المعالق تنديرهم في اطرو ديال الحليب، كيجي المذاق ديالو زوين، يعني محلوش محلوش وما مسوش. صافي، غادي ناخذ الحليب وغادي نديرو يدفى، غير يدفى، ما غاديش نخليه يفيض. الا خليته يفيض ما غتستقش لكم الطريقه. هنايا عندي جوج ديال يوغورت. عندي هنايا هاد اليوغورت ديال فاني، غادي نديرهم في هاد الاناء هذا. غادي نخوي العلبه الاولى والعلبه الثانيه. انا اترو ديال البن ديال الحليب عفوا كندير فيه جوج ديال اليوغورت. مره كندير فاني، مره هنان، على حسب اللي متواجد عندي. صافي، من بعد غادي ناخذ واحد الكميه ديال الحليب اللي دفيت، غادي نزيدو على الياغورت هكذا، واحد الكميه هكذا صغيره باش اللي غتخلط ليا اليوغورت بهذه الطريقه هكذا. صافي، وغادي نزيد على الكميه اللي تبقات ديال الحليب، وغادي نخلط كل شيء. صافي، وغادي نبدا نوزع الكميه ديال الحليب والياغورت في الكيسان. انا عندي هذا الحجم ديال الكيسان، نتوما تقدروا تستعملوا يعني حجم صغر من هذا، كيعطيكم كميه اكثر. صافي، غادي نبدا كنستفهم في الطنجره. هاد الطنجره خاصها تكون عندكم كتسد، يعني بالغطا ديالها. صافي، هنايا خاصني الماء يكون سخون، ولكن ما يكونش سخون بزاف، نقدروا نخشيو فيه الاصبع ديالنا وما نتحرقوش. كنخوي واحد الكميه، ما غاديش نخلي الماء حتى يوصل الكيسان الفوق، يعني نخلي واحد شويه. صافي، وغادي نجيب هنايا بلاستيك غذائي، غادي نسد من الفوق باش ما يدخلش الهواء، وغادي نجيب الغطاء وغادي نغطيه بحال هكذا ونغطيهم ليه لمده 6 ساعات. انا من 6 ساعات كيوجد عندي الرايب. من بعد ما دازت 6 سوايع، غادي نجبد الكيسان كيف كتشوفوا. راه راب، يعني هاد الوقيته اللي انا كنصاوب فيها الرايب، يعني عندي ما بارد، الحال ما باردش وما سخونش، يعني 6 سوايع. انا مني قلبتهم لقيته وجد، يقدر يكون وجد حتى قل يعني من 6 سوايع. صافي، غادي نسدهم بالبلاستيك الغذائي، وغادي نديرهم في الثلاجه حتى يبردوا.
بعد واحد الساعه خليتهم في الثلاجه، صافي الريب ديالنا كيوجد كيف كتشوفوا، ناجح 100%، وكيجي لذيذ لذيذ، يعني واحد المذاق فيه زوين، يعني بدون محسنات، بدون حتى شي حاجه كاين اللي كيستعمل فيه واحد الكينه، احنا انا ما استعملت فيه لا كينه لا والو، يعني شفتوا المقادير اللي استعملته وجا ناجح 100%. المهم البنات، هذه هي الطريقه ديالي اللي استعملت ونجح ليا الريب ديالي. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا البنات في لي كومونتير، وكنشكركم على لي كومونتير اللي كتخليو ليا زوينين، والتفاعل ديالكم مع القناه ديالي اللي كيخليوني نزيد القدام، ومازال نحط وصفات ان شاء الله. مع السلامه البنات، ورمضان مبارك سعيد، وعواشركم مبروكه.